نقدم لكم اليوم فيديو أقوال واقتباسات ويل سميث. المال والنجاح لا يغير الناس بل يظهر حقيقتهم. ولأنك خجلت من الرفض مرة صار عليك فعلها كل مرة. البشر استغلاليون، تعلم ألا تستحي. تظل الكتب وإن لم تفتح أجمل ما يزين البيت. كل شخص ناجح لديه قصة مؤلمة، وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة. تقبل الألم واستعد للنجاح. أكثر الأمور قيمة في حياتي لم أتعلمها في المدرسة. إذا كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لم تنجح حقا، وإن كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقا. بعض البشر عندما تتواضع يعتبرونك ضعيفا، وعندما تحتقرهم يحترمونك ويرونك قويا. إذا كسر أحدهم قلبك ألكمه على وجهه، نعم ألكمه على وجهه بجدية، ثم اذهب لتناول الآيس كريم. سافر قدر ما تستطيع لأبعد ما يمكن الوصول إليه، فالحياة لا تعاش في مكان واحد. توقف عن السماح للأشخاص الذين يفعلون القليل من أجلك، وبالتحكم بالكثير من تفكيرك وأحاسيسك ومشاعرك. واحدة من أجمل الأشياء بالحياة أن ترى الابتسامة على وجه شخص ما، تكون أنت السبب في صنعها. التجاهل أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم حولك التفاهات. الناس يقولون أنك لا تعرف قيمة ما تملك إلا حين فقدانه، والحقيقة أنك تعرف قيمة ما تملك ولكنك تعتقد أنك لن تفتقده أبدا. خلال حياتك سيصيبك الناس بالجنون، سيقللون من احترامك وسيعاملونك معاملة سيئة، لكن اجعل الله يتعامل مع هذه الأشياء، لأن الكراهية في قلبك ستقتلك أنت أولا. عندما تجاهلت أخطائك لم أكن مغفلا، ولكن لا أريد أن أخسرك. الابتسامة هي أفضل حل لمشاكلك، فهي تقهر كل مخاوفك وتخفي كل أحزانك. لا تأبه للسلبيين، فهم لا يقدرون على فعل شيء، لكنهم قادرون أن يحبطونك إن سمعت لهم. يراك البعض غبيا وهو لا يعلم أنك تعامله باستغباء يليق به. افهم كما تريد، لكن لا تحمل أحد ذنب فهمك. يكسرون فيك ألف خاطر ثم يطلبون منك أن لا تتغير. جميع من يدخل حياتنا يدخلها لسبب، قد يكون لسبب جيد أو سيء. قد يساعدوننا وقد يحطموننا، ولكن في النهاية هم يجعلون ما نحن عليه. إذا لم يعجبك تفكيري وأسلوبي فأنا لا أذكر أني أستيقظ في كل يوم بهدف أن أثير أعجابك. الحياة أقصر من أن تشرح للناس حسن نواياك. الحاقدون هم الأشخاص الذين ينشرون فشلك وأخفاقاتك وتهامسون سرا عن إنجازاتك ونجاحاتك. لا تثق بطيبتي كثيرا، فأنا سيء جدا عندما أعلم أنك تستغلني. استمتع بأشيائك المفضلة مهما كانت تافهة للغير، فأنت غير مجبر بشرح ما تحب. عندما لا ترى إلا الجزء السيء مني فأنا غالبا أبين لك ما يناسبك فقط. من يذهب لغيرك اتركه لغيرك، ومن يكن مشغولا عنك لا تعطيه دقيقة من وقتك، فالذي تعطيه أكثر من قيمته ينسى حقيقته. الحياة ليست عدد الأنفاس التي تأخذها، لكنها اللحظات التي تجعلك تحبس أنفاسك. لا يهمني من تكون، كن معي جميلا أكن معك أجمل. لا تقلد الآخرين،
كن نفسك، افعل ما تؤمن به، ستجد أصدقاء الحقيقيين إلى جانبك وسوف يبقون معك على الدوام. يمكنك البكاء، لا خجل في ذلك. يعتمد التعليم التقليدي على حقائق وأرقام واختبارات وليس على فهم المادة وتطبيقها في الحياة. يعتبر فصل الموهبة عن المهارة من أكبر المفاهيم الخاطئة في المجتمع الحديث. الموهبة هي شيء ولدت به، ولكن لا يمكنك اكتساب المهارة إلا من خلال ساعات وساعات من العمل الجاد لإتقان موهبتك كمهنة. هذا هو السبب في أن الموهبة ستفشل بدون مهارة. يضحك الأولاد على ما يضعون الفتيات فيه، لكنهم لن يضحكوا عندما يمسحون الدموع من وجه بناتهم لنفس السبب. يحب الكثير من النساء ممارسة الجنس معي. أكره صورة الرجل السود على أنهم منحلون وغير قادرين على التحكم في أنفسهم جنسيا. أنا لا أحب تلك الصورة. نريد جميعا أن نكون في حالة حب ونجد ذلك الشخص الذي سيحبنا بغض النظر عن رائحة أقدامنا، بغض النظر عن مدى غضبنا يوما ما، بغض النظر عن الأشياء التي نقولها والتي لا نعنيها. مهما كان حلمك فكل قرش إضافي لديك يجب أن يذهب إلى ذلك. مفاتيح الحياة هي الجري والقراءة. ليس هنالك ألم أسوأ من عدم تحقيق حلم عندما يكون خطأك. إذا كان الله لا يريدك أن تحصل عليه فهذا شيء واحد، ولكن إذا لم تحصل على ما تريد لأنك كسول فلا ألم سواء على ذلك. لديك موهبة بشكل طبيعي، تتطور المهارة فقط من خلال ساعات وساعات وساعات من الضرب على حرفتك. لأنني أعلم أن الأمل والخوف مرتبطان، أرتدي قناع الأمل. لا يوجد سبب لوجود خطة باء، لأنها تصرف الانتباه عن الخطة ألف. لا تقارن نفسك بالآخرين، لأنك تبدأ في فقدان الثقة في نفسك. لا تطارد الناس، كن على طبيعتك، افعل ما تريد واعمل بجد. الأشخاص المناسبون، أولئك الذين ينتمون حقا إلى حياتك، سيأتون إليك. كن سحريا واختر واعتقد أنه يمكنك فعل أي شيء تصدقه. نحن نكون ما اخترناه لنكون. كل ما لديك سيموت، وعليك أن تولد من جديد شيئا جديدا. عليك أن تكون على استعداد لركوب الأمواج. في بعض الأحيان عليك أن تنسى ما ذهب وأن تقدر ما تبقى وتتطلع إلى ما هو قادم. عندما كنت صغيرا كنت أحصل على علامة كاملة. كان لدي هذا الشعور الجيد بكل الأشياء التي يمكن أن أكونها، وبعد ذلك لم أصبح أبدا أي منهما. عندما أقول أني سأجري 3 أميال أجري 5 أميال. بهذه العقلية من الصعب أن تخسر. ستصبح حياتك أفضل بجعل حياة الآخرين أفضل. حسنا، كل ما أعرفه هو ما قرأته في الصحف. توقف عن السماح للأشخاص الذين يفعلون القليل من أجلك بالتحكم في الكثير من عقلك ومشاعرك وعواطفك. الكارهون هم الأشخاص الذين سينشرون إخفاقاتك ويهمسون بنجاحاتك. الفكرة المركزية للحب ليست حتى التزاما بالعلاقة، فالشيء الأول هو الالتزام الشخصي بأن تكون أفضل نسخة من نفسك مع أو بدون ذلك الشخص الذي تتعامل معه. عليك أن تستيقظ كل يوم عقل وجسد وروح مع الالتزام بأن تكون الأفضل. الطريق إلى النجاح هو من خلال الالتزام. الشخص الذي يعمل بجد هو الفائز،
الرغبة في أن يكون أبا صالحا هي بالفعل رغبة فطرية. لا يوجد الكثير من الأفلام التي تصور هذه العلاقة، لأن الرجال علينا أن نتظاهر بأننا لسنا عاطفيين حيال ذلك. الخوف ليس حقيقيا، إنه نتاج الأفكار التي تخلقها. لا تسيء فهمي، الخطر حقيقي جدا، لكن الخوف اختياري. الخطوة الأولى هي أن تقول أنك تستطيع ذلك. الجميع بحاجة إلى شريك يقف بجانبه، ليس فقط في الأوقات الجيدة، ولكن أيضا في الأوقات العصيبة. البشر ليسوا مخلوقات منطقية، نحن مخلوقات عاطفية، ولا يهمنا ما هو الصحيح، نحن نهتم كيف نشعر. الإيمان بنفسك هو الخطوة الأولى لتحقيق أي هدف. إذا كنت تعتقد أنك ستفشل، فربما ستفشل. أعظم الأحلام دائما ما تكون غير واقعية. طرق المحبة: الاستماع والتحدث والعطاء والصلاة والإجابة والمشاركة والاستمتاع والثقة والغفران والوعد. الابتسامة هي أفضل طريقة لمواجهة كل مشكلة ولسحق كل خوف وإخفاء كل ألم. 90% مما تقوله لا يخرج من فمك. لا تستهين أبدا بألم الإنسان، لأنه بكل صدق الكل يكافح، بعض الناس أفضل من غيرهم في إخفائه. لا تكذب أبدا على الناس، لأن الأشخاص الذين يمكنك أن تكذب عليهم هم الأشخاص الذين يثقون بك. المال والنجاح لا يغيران الناس، إنما يضخمان ما هو موجود بالفعل. الحب هو الموضوع النهائي، لكنه ليس للنساء فقط. الحياة خطيرة، ولن تعيش حياة بدون مخاطرة. لقد دربت نفسي على إلقاء الضوء على الأشياء المحبوبة في شخصيتي، وإخفاء وحماية الأشياء الأقل إعجابا. إذا كنت لا تجعل حياة شخص آخر أفضل، فأنت تضيع وقتك. أريد أن أعتني بالناس، أريد مساعدة الناس. أقصى قدر من الفرح الذي أحظى به هو عندما يمكنني إنشاء شيء يجعل حياة شخص آخر أفتح أو أكثر إشراقا أو أفضل. أريد أن أمثل فكرة أنه يمكنك حقا صنع ما تريد، وأعتقد أنه يمكنني إنشاء كل ما أريد إنشاءه. أعتقد حقا أنه يمكنني أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة إذا كنت أريد ذلك حقا. أعرف من أنا، أعرف ما أؤمن به، هذا كل ما أريد معرفته. من هناك عليك أن تفعل ما عليك القيام به. لقد قضيت وقتا رائعا في حياتي وأريد مشاركتها. لا أستطيع الهروب عندما أكون خائفا، أنا دائما يجب أن أهاجم. هذه هي الطريقة التي أتعامل بها مع الأشياء التي تبدو صعبة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاهدة هذا الفيديو المقترح.